أبناءنا طلاب الصف التاسع الأساسي، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الندوة التي تتمحور حول الوحدة الثانية من الكتاب بعنوان التقانة واستخدام المكان. كنتم قد تابعتم الندوة الأولى الخاصة بموضوعات الفلك التي تناولت بحث المريخ وكذلك حركات الأرض المحورية والانتقالية وكيفية حساب موقع مدينة على خط طول أو تقدير أو حساب الزمن في مدينة ما. اليوم سننتقل إلى موضوع آخر وهو التقانة واستخدام المكان. تجتاح التقانة كل حياتنا تقريبا، نحن ننام على تقانة ونصحو على تقانة جديدة، لذلك كان لابد من إدخال أدوات تقنية تكنولوجية مهمة جدا في الأبحاث أو في الدراسات الجغرافية، وعلى الطالب أن يلم ببعض هذه الأدوات. قبل أن نبدأ نرحب بضيوفنا في هذه الندوة، الأستاذة بدوية الخطيب الموجهة الاختصاصية في مديرية تربية ريف دمشق، أهلا وسهلا بك أستاذة بدوية. وكذلك نرحب الأستاذ بشار محيسين أستاذ الجغرافيا في ثانويات ريف دمشق، أهلا وسهلا بك أستاذ بشار. كالعادة عندما نبدأ بأي ندوة يجب أن ندرس المعيار والمؤشر. أستاذة بدوية، مساء الخير أستاذ طارق، مساء الخير طلابنا الأعزاء. المعيار في هذه الوحدة يتحدث عن توظيف الأدوات والتقنات الجغرافية في تحليل الظواهر الجغرافية، أيضا يتناول استخدام الأدوات والتقنات الجغرافية في استخدام المكان. نعم. هي بالنسبة للمعيار. أما مؤشرات الأداء فهو سيكون الطالب في نهاية هذه الوحدة قادرا على استخدام الأدوات والجغرافية في تحليل الظواهر الجغرافية، أيضا قادر على استنتاج ميزات المكان واستثماره الحالي والمستقبلي. طبعا نحن الأدوات الجغرافية اللي حنتناولها بدرسنا متعددة، لكن المدرس له دور والطالب أيضا له دور في توظيف هذا. المدرس عندما يحضر لدرس معين يجب أن يحضر ما هي الأداة الجغرافية المناسبة، قد تكون الأداة الجغرافية خريطة. فتحضيرهم مسبق للأدوات تماما يعتبر هو جزء من توظيف هذه الأدوات في تحليل الظواهر التي سوف يتحدث عنها الدرس. الطالب أيضا يجب أن يكون هو يمتلك المهارة في تحليل هذه الأدوات لاستنتاج الظاهرة المطلوبة. ومن خلال إن شاء الله خلال الدرس ندوتنا سنتحدث بشكل كامل عن هذه الأدوات بالتفصيل. نعم، طبعا نحن لدينا في الوحدة عدة أدوات، سنبدأ بالجداول. أستاذ بشار، أهمية الجداول كأداة جغرافية. نعم، تعقيب بسيط فقط على محور الوحدة. سابقا كنا عندما نطلب من الطالب استنتاج ظاهرة طبيعية أو بشرية ما، لديه نص أمامه فيحفظ النص لكي يستنتج ما مقومات أو ما صفات تلك الظاهرة. في هذه الوحدة والوحدة التقنية واستخدام المكان نريد من طلابنا الأعزاء أن يفهموا ويحللوا الأشكال والجداول والخرائط الموجودة التي تسمى أدوات في تلك الوحدة، تحليل تلك الأدوات لتفسير الظاهرة الجغرافية أو البشرية المطلوبة منه. فهنا ليس أمامنا فقط نص يجب حفظه لتفسير ظاهرة، وإنما أداة ربما تكون خريطة، جدول، هرم سكاني، تحليل تلك الأدوات لتفسير الظاهرة المطلوب تفسيرها. نعم. نبدأ بالجداول. هنا في موضوع الجداول، الجداول تعتبر أداة جغرافية. هذه الجداول لها مصادر موثوقة. من أين أتت تلك المصادر؟ من يعني أنا كطالب أو كباحث أو كمدرس، يعني أي جدول أحصل عليه مثلا على الإنترنت على في أي كتاب؟ بالتأكيد لا، يعني أعتمده كأداة؟ بالتأكيد لا، يجب أن تكون تلك الجداول من مصادر موثوقة كمكتب المركزي للإحصاء. نعم. الذي هو جهة حكومية طبعا. يعني إذا الجهات الحكومية عمليا أفضل مصدر للحصول على تلك الأدوات. نعم. يعني نعم. مواقع الوزارات، موقع المكتب المركزي للإحصاء في أي بلد. نعم. يعني هو مؤسسة حكومية. نعم. وبالتالي أما
عدا ذلك علي أن أتأكد من البيانات من الجدول إلى آخره. نعم. بارك الله فيك. تفضل نعم. أستاذ. فالجداول هنا في موضوع دراستنا، الكتاب أعطانا اسم ظاهرة، هذه الظاهرة ظاهرة جغرافية، وهي أماكن أو دراسة أماكن التجمعات البشرية والخصائص السكانية في منطقة جبلة. طبعا منطقة جبلة هو كمثال، مثال نعم. عام. الهدف من الدراسة التخطيط لحياة أفضل لسكان المنطقة. حسنا، من أين أحصل على بيانات أو أدوات أو معلومات تفيدني في بحثي؟ عندي أدوات كثيرة. عدد السكان، يجب الذهاب إلى مكتب المركزي للإحصاء لأحصل منه على أداة تفيد بحثي، فأفضل أداة هي الجداول. نعم. فكما يعني نرى في الجداول، أذهب إلى المكتب المركزي للإحصاء لأنه هو من يقوم بعد السكان. نعم. هو أصدق جهة يمكن أن تقدم لي معلومات. نعم. عن تعدادات السكان. تماما. نعم. تماما. والجدول هنا المثال واضح جدا بتناول منطقة جبلة بشكل عام والنواحي التي تقسم إليها منطقة جبلة وعدد كل ناحية من السكان، حتى أن هذا المكتب يستطيع إعطائي الأعوام التي أريدها وعدد السكان في تلك الأعوام التي أريدها. فهنا في هذا مثالنا منطقة جبلة تنقسم إلى ست نواحي. مركز جبلي حصلنا في عام 1994 كان عدد السكان 77,000 في عام 1994. بعام 2010 نجد أنه أصبح 120,635. نعم. فهذا نتيجة جهد وتعب بالمركز المركزي للإحصاء للحصول على تلك الأعداد. كذلك ناحية عين شرقية والقطيلبية وعين شقاق والدالية وبيت ياشور، طبعا كلها أمثلة اللي يستفيد منها الطالب. نعم. يعني طبعا هذا الجدول يبين تغيرات عدد السكان بين عام 1994 و 2010. إذن هو هنا البيانات هذه للمقارنة بين عامين مختلفين. نعم. ربما أريد أنا 1992 90 أستطيع الحصول على تلك البيانات في ذلك العام من نعم. ذلك المكتب. نعم. هذا فيما يخص الجداول واستخداماتها. طبعا الجداول استخداماتها كثيرة جدا. في الأساس يمكن تحويل أي شيء إلى جدول، يمكن تحويل أي أداة عمليا إلى في النهاية إلى جدول، ويمكن تحويل الجدول إلى أي أداة نعم. أخرى. يعني ننتقل إلى أداة ثانية وهي الدائرة النسبية. هناك برامج كثيرة لتصميم الأشكال البيانية أو الدوائر النسبية إلى آخره، ولكن هي بحاجة قبل كل شيء إلى بيانات، يعني لا ترسم بشكل فوضوي وعشوائي أو هكذا، هي بحاجة إلى بيانات. البيانات غالبا ما تكون جداول، فيمكن تحويل الجدول في النهاية إلى شكل بياني أو دائرة نسبية. أستاذة بدوية. يعطيك العافية. بالنسبة كما ذكرنا أن الظواهر الجغرافية متعددة ومتنوعة، ولكل ظاهرة جغرافية أو قد يكون لها أكثر من أداة لتفسيرها وتحليلها، أو قد تكون أحيانا ظاهرة تحتاج إلى أداة واحدة. نعم. ذكر الأستاذ بشار الجداول الإحصائية هي لتبين لنا تطور عدد السكان عبر الزمن، يعني إحصائيات سكانية تختلف بين عام وآخر. بينما لدينا وسيلة أخرى أو أداة أخرى هي الاستبانة. الاستبانة هي عبارة عن أداة تتكون من مجموعة من الأسئلة المترابطة للوصول إلى بحث اللي نحن طبعا عم ندرسه. مثلا مثالنا هون عبارة عن دراسة التجمعات البشرية في منطقة جبلة، فقام مثلا مجموعة من المختصين بموضوع الاستبانة بإجراء عدد من الأسئلة. طبعا يتم تصميم هذه الأسئلة مسبقا، ومن ثم يتم زيارة مثلا عدد من المنازل وإجراء هذه الأسئلة. مثال على هذه الأسئلة التي طرحت على سكان أهل جبلة أو منطقة جبلة، مثلا عدد أفراد أسرتك، عدد الوالدين، عدد الأولاد، أقل من 5، طبعا في نسب بين 5 إلى 6 سنوات، أكثر من 8 سنوات، المستوى العلمي، ما هو التحصيل العلمي الابتدائي الإعدادي الثانوي الجامعي، أيضا هل هناك أمي، كمان هل هناك أمي في العائلة. هذه الاستبانة يتم جمعها تمام للحصول على البحث اللي احنا بدنا نشوفه انت في خاص بموضوع السكان. هي بالنسبة لموضوع الاستبانة. طبعا الاستبانة لا تصلح لكل الظواهر البشرية. قد تسألني لماذا؟ لأن الاستبانة هي خاصة بموضوع بشري
أكثر من أي، يعني أنا لا يمكن أن أستخدم الاستباني مثلا في دراسة الحاصلات الزراعية مثلا، فهي لا تناسب هذه الظاهرة. تمام، إذا فالاستباني يعني بعض الظواهر الزراعية ممكن ولكن قليلة قليلة يعني. تمام، يعني هي اتجاهها أكبر للأمور السكانية. نعم. العلاقة بالسكانية. أيضا الجداول الإحصائية قد تكون بنسبة أكبر لموضوع السكان، لكن تطورهم عبر الزمن. الاستبانة هي ليست كجداول إحصائية، لا تبين التطور عبر الزمن، وإنما نحن ممكن بنفس العام يصير يعني عليها. في الغالب الاستبانة تعطينا بيانات أو معلومات عن ظاهرة لا يوجد عنها بيانات في الأساس. تماما. يعني أنا أريد أن أعلم مثلا كما هو الحال في مثال جبلة، مثلا نسبة الحاصلين على الشهادة الثانوية، يعني هنا العد يصبح صعب، العد على مستوى الفرد في جبلة. تمام. فنأخذ عينات، يعني مثلا 1000 شخص أو 2000. صحيح. نسألهم بعض الأسئلة من خلال استبانات أو استبيانات. صحيح. عدد أفراد الأسرة كما ذكرتي، في هذه الأسرة كم شخص حاصل على ثانوية، كم شخص على إعدادية، على الجامعي، جامعي، كم شخص يعمل في الزراعة، الزراعة، في الصناعة، صحيح، في وظائف الدولة، في الخدمات إلى آخره. صحيح. فيمكن من خلالها تكوين فكرة عامة عن هذا وضع السكان. يعني تمام، المجتمع منطقة جبلة. نعم. كما في مثال، طبعا نحن بدنا ننوه الطلاب انه هذه امثلة، يعني منطقة جبلة كدراسة هي مثال. نعم. ولكن احنا الهدف ان نتعرف على الأداة، ما هي الأدوات الموجودة؟ هي الجداول الإحصائي والاستباني، اي يمكن احنا نطبق الجداول الإحصائي والاستباني على اي ظاهرة اخرى غير منطقة جبلة. وأن هذه الأرقام طبعا ليست للحفظ. ليست للحفظ تماما. أيضا من البرامج أو الأدوات الأخرى التي تستخدم في دراسة الظواهر عن النص. النص نحن طبعا مثل ما ذكر الأستاذ بشار في بداية أن موضوع النص هو ليس جديد، يعني إحنا قديما كل مناهجنا القديمة كانت تعتمد على النص. النصوص. نعم. تمام. فالنص يعتبر هو من أقدم الأدوات الجغرافية، لكن طبعا التقنية كون درسنا أو وحدتنا بيحكي عن وحدة التقاني، فهناك بدأت التقاني تدخل في مجال الأدوات الجغرافية. مثال ذلك عن الدائرة النسبية المصممة ببرنامج الإكسل. طبعا برنامج الإكسل كلاتنا بيعرفه، عبارة عن برنامج حاسوبي بالأوفيس، يعني موجود. نعم. موجود على جميع الحواسيب، فممكن نحن نصمم دائرة نسبية باستخدام برنامج. نعم. الإكسل. شو الدائرة النسبية؟ ما المقصود بالدائرة النسبية؟ الدائرة النسبية عبارة عن دائرة، وهذه الدائرة تكون مقسمة إلى عدد من الأقسام، طبعا حسب الظاهرة عم بدرسها. أنا مثلا بمثالنا عن موضوع التعلم، التعليم الأمي، قديش نسبة الأميين في مجتمع جبلة، قديش نسبة الحاصلين على الإعدادية مثلا، الحاصلين على الثانوي، الحاصلين على التعليم الجامعي. فعطينا نسب، وطبعا مذكور النسب في الدائرة النسبية. طبعا مثال ذلك مثلا نسبة التعليم فرضا الثانوي باللون الأخضر. طبعا كمان بدنا نحاول الطالب دائما نكون قادر على تحليل تماما مقارنة بصرية. يعني كتب هون بالمفتاح الخريط الشكل الثانوي اللون الأخضر. نعم. إذا كم تبلغ نسبته على الدائرة النسبية؟ 24%. ايضا مثلا الامي باختصار الحاصلين على الشهاده الثانويه نسبتهم في جبله 24%. تمام. او ربع السكان. انا قصد لا يهمني الرقم. نعم. وانا يهمني ان الطالب يمتلك المهاره في تحليل موازنه مقارنه. ايوه، يقرا ان امي اللون البرتقالي معناته نسبته 15% فرضا، وهكذا. نعم. طبعا كما ذكرنا الدائره النسبيه يمكن ان ترسم، هي في النهايه يجب ان حتى ترسم يجب ان يكون هناك جدول. يعني مثلا هذه الدائرة النسبية يجب أن يكون هناك جدول من عمودين، العمود الأول يحوي تصنيف السكان إلى أمي وملم وأساسي وثانوي ومعهد وجامعي، العمود الثاني العدد من العينة التي اخترناها، وبالتالي يقوم البرنامج بتحويلها إلى هذا الشكل لسهولة القراءة. إضافة أستاذ طارق، هلأ بالنسبة ممكن مدرس لا يوجد لديه حاسوب أن يرسم الدائرة النسبية باستخدام الإكسل، ممكن على السبورة أن يرسم دائرة كما رسمت. نعم. تماما، ويحدد عليها ألوان ونسب، فنحصل على دائرة نسبية. نعم، كوسيلة في حال يعني نحن دائما مرونة في التنفيذ، في حال نحن نعاني أحيانا من انقطاع الكهرباء، لا يوجد حاسوب، فيمكن استخدام بالرسم على السبورة. حتى يطرح المدرس أمثلة بعيدة عن هذا المثال، يعني لا يشترط أن يقدم المدرس للطالب نفس المثال طبعاً الموجود طبعاً هنا أكيد. في الكتاب.
الأداة. نعم. الأداة التالية هي الخرائط. هنا الخريطة، خريطة المراكز البشرية في منطقة جبلة مصممة بوساطة تقنية GIS. GIS تقنية تستخدم في الكثير من المجالات وفي الكثير من العلوم الأرضية مثل الجيولوجيا والزراعة والجغرافيا إلى آخره. ليس يعني من الغير مطلوب من الطالب أن يكون خبيرا الآن في التقنية، ولكن أن يفهم، يعي كيف تستخدم فقط في هذه بالنسبة للصف التاسع. تقنية GIS يمكن يعني تعطي دقة أثناء رسم الخرائط وجمالية أكثر ووضوح أكثر وسرعة أكبر من الرسم في بالطرق اليدوية أو العادية. يعني هنا في هذه الخريطة مثلا تقنية GIS ساهمت بأن الدقة ستكون عالية جدا، واحتمال الخطأ قريب يعني يقترب من الصفر أو يكاد يكون غير موجود. بالنسبة للخرائط أستاذ بشار، كأدوات جغرافية كيف تستخدم وما هي الخرائط في الأساس؟ أستاذ زميل طارق، ذكرنا في البداية أن المطلوب من طلابنا ليس فقط كما ذكرت الزميلة بدوية نص أمامي يجب أن أحفظ منه اسم الظاهرة، يجب أن أتمرن على قراءة الأدوات لتحليل تلك الظاهرة. والخرائط تعتبر أفضل وأروع الأدوات لدراسة أي ظاهرة سواء كانت بشرية أم طبيعية. هنا في مثالنا الخرائط، لدي ألوان، لدي مفتاح خريطة، لدي دوائر أيضا بألوان مختلفة، لدي كلمات، لدي أرقام على تلك الخريطة. هنا يجب على المدرس أو الطالب أن يتمعن جيدا بتلك الألوان وتلك البيانات وتلك الأرقام في تلك الخريطة لإعطاء أو يستطيع أن يحلل الظاهرة المطلوبة منه. طبعا تلك الخريطة هنا تم ربط ومساعدة تقنيات حديثة لتصميم تلك الخرائط وهي GIS. هذه التقنية تستطيع إعطاء خرائط بغايات مختلفة، نريد خرائط مائية، نريد خرائط بيئة، نريد خرائط، تستطيع GIS أن تعطينا تلك الخرائط. في مثالنا يعني النظام GIS يتعامل مع شرائح، يمكن أن أضع خريطة فقط تحوي الأنهار وروافدها. نعم. يمكن أن أضع خريطة فقط تحوي الغطاء النباتي، خريطة فقط أو شريحة فقط تحوي، يعني الشريحة طبعا تحول إلى خريطة. نعم. تحوي فقط المراكز السكانية مثل مركز جبلة، عين الشرقية، بيت ياشوط إلى آخره. وبالتالي من هنا جاءت أهمية GIS. نعم. ويمكن أن أتعامل مع شريحتين، مع ثلاث شرائح وهكذا. الإنتاج كلما زادت طبعا الشرائح كلما زادت التفاصيل، توضيح التفاصيل. نعم نعم. ففي مثالنا في هذه الخريطة، خريطة المراكز البشرية في منطقة جبلة المصممة بواسطة تقنية GIS، مطلوب أن نوزع المراكز التي تحتويها منطقة جبلة وأن نبين التوزع السكاني في تلك المناطق. فمن خلال المفتاح المصور لدينا ألوان: أخضر غامق، أخضر فاتح، برتقالي فاتح وبرتقالي غامق. في اللون الأخضر يوجد رقم جنب ذلك اللون من 0 إلى 200 متر الارتفاع عن سطح البحر. هذا اللون الأخضر إذا شاهدنا المصور سنلاحظ أن هذا اللون الأخضر يضم منطقة عين شقاق ومركز جبلة وأجزاء من عين الشرقية والقطيلبية. هذا اللون الأخضر لديه فيه دوائر حمراء كثيرة. طيب الدوائر الحمراء ما هي؟ ننظر إلى مفتاح المصور فنرى أنها قرى، ويضم أيضا دوائر خضراء نوعا ما هي مركز ناحية. فهنا أستنتج أن عين شقاق، مركز جبلة وأجزاء من عين الشرقية والقطيلبية هي أكثر المناطق توزعا للسكان وازدحاما بالسكان. إذا طلب مني التعليل أتجه إلى مفتاح المصور لألاحظ أن الارتفاع هو من 0 إلى 200 متر. إذن المنطقة غير مرتفعة كثيرا عن سطح البحر ليكون فيها وعورة أو صعوبة بالمواصلات، سهلة الخدمات متوفرت فيه. نعم. متوفرت يعني إذا فيها. سألت هنا ما هي أفضل المناطق لمد شبكة نقل أو شبكة مواصلات؟ تمام. هنا بحسب نعم. نعم. مفتاح أختار من 0 إلى 200، المنطقة منطقة مستوية غير مرتفعة. نعم. كثيرا. نعم، فمنطقة رائعة لاستخدام أو تنظيم خدمات فيها.
نتجه للألوان الأخرى، نلاحظ القسم الأكبر من عين الشرقية والقطيلبية، لون أخضر فاتح ولون بني فاتح. ما دلالة هذه الألوان؟ أرجع إلى مفتاح المصور، ألاحظ أن اللون الأخضر الفاتح مرتفع من 200 أكثر من 200 متر حتى 500 متر، واللون البني الفاتح مرتفع من 500 متر حتى 1000 متر. إذن هي مناطق نوعا ما هضبية مرتفعة جبلية، هنا ستقل الكثافة السكانية نوعا ما، والتعليل واضح هنا لأنها مناطق شبه جبلية. أما إذا اتجهنا إلى اللون البني الغامق وهي ناحية الدالية، القسم الأكبر من ناحية الدالية وبيت ياشور، فنلاحظ أن تلك النواحي قليلة السكان وقليلة الخدمات. لماذا؟ لأنها ببساطة مرتفعة. كم هو ارتفاعها؟ نعود إلى مفتاح المصور لنرى أنها أكثر من 1000 متر إلى 1500 متر، إذن هي منطقة جبلية. نعم. تفتقر إلى الخدمات، فلذلك حتى أن الدوائر الحمراء قلت هنا في بيت ياشوط والدالية، الدوائر الحمراء التي هي مراكز سكانية. فمن خلال تلك الخريطة استنتجت المراكز أو النواحي التي تنقسم إليها منطقة جبلة، وهي عين شقاق مركز جبلة، عين شرقية القطيلبية، بيت ياشوط، الدالية، واستنتجت التوزع السكاني الذي توزع على منطقة جبلة بشكل عام. ازدادت الكثافة السكانية في المناطق القريبة من البحر التي أخذت اللون الأخضر، عين شقاق ومركز جبلي ونوعا ما القطيلبية والشرقية والدوائر الحمراء تثبت ذلك، قلت نوعا ما أو توسطت في أجزاء من عين الشرقية والقطيلبية، تناقصت بشكل واضح في بيت ياشوط والدالية، لأنها مناطق جبلية وبعيدة عن سطح البحر. نعم. وقلية الاستواء. طبعا كل هذه المعلومات التي ذكرتها أستاذ بشار لا علاقة لها بالحفظ. نعم. يعني أنت لم تستعين إلا بهذه الأداة فقط. نعم. للحديث. نعم. التحليل. نعم. نعم. فلذلك امتلاك الطالب مهارة التحليل، سواء تحليل نص أو تحليل خريطة أو تحليل شكل، شيء مهم جدا. كثير. نعم. لأنه في النهاية في الامتحان النهائي سيتم الاعتماد على التحليل بشكل نعم. كبير. امتلاك هذه المهارة. نعم. نعم. ونستطيع تحويل الخريطة إلى نص جغرافي، يعني ممكن نستعين نعم. فيه. إلى معلومات يمكن. معلومات نعم. 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 هذا طبعا ما ذكر على خريطة جبلة يمكن أن ينطبق على أي خريطة. في النهاية هي خريطة. نعم. نعم. يعني البيانات اللازمة ستكون على الخريطة في حال سؤال الطالب. ستكون في النهاية على الخريطة في حال وجد خريطة وعليه أن يستنتج منها بيانات إلى آخره. نعم، وتلك البيانات هي عبارة عن ألوان أو أرقام أو نعم. كلمات نعم موجودة على تلك الخريطة. الآن الأداة الرابعة هي هرم السكان. أستاذ بدوي، بالنسبة لهرم السكان، هرم السكان تماما، نحن ذكرنا في البداية أن بعض الظاهرات الجغرافية تحتاج لأكثر من أداة، لكن بعض الظاهرات لا تصلح معها إلا أداة واحدة، ومثال ذلك هو هرم السكان. هرم السكان هو من الأدوات التي تستخدم فقط لمعرفة التركيب السكاني. قد يقول الطالب ما القصد بالتركيب السكاني؟ التركيب السكاني هو التركيب النوعي والتركيب العمري، يعني أنه قسم السكان إلى فئات الأعمار وإلى حسب الجنس، إلى ذكور وإناث. لذلك يستخدم كما يظهر بالشكل. هرم الأعمار عبارة عن له شكل هرم، تكون قاعدة الهرم وخاصة في الشعوب الفتية مثل الشعوب العربية، فئة الأطفال ما دون 14 فتية، يعني حتى فتية. يفهمها الطالب يعني. فتية يعني ما الأطفال اللي بتكون نسبة السكان الأكبر هي من الفتيان ما دون 14 عام أو 15 عام، بينما تقارن مثلا نحن نقول الشعوب هرمة مثل مثلا الشعوب الأوروبية، قارة مثلا دولة دول أوروبية معروفة عن القارة العجوز. ليش؟ لأن نسبة الشيوخ أو كبار السن هي الطاغية في المجتمع. نعم. فمثلا هرم السكان إذا هو فقط أداة تختص بالتركيب السكان، بالتركيب النوعي والعمري للسكان. مثال ذلك طبعا نحن أخذنا منطقة جبلة، فهذا لدينا الشكل يدلنا على توزع فئات الأعمار في مدينة جبلة على الشكل التالي. مثلا فئات صغار السن 29.3%، فئة متوسطي السن، طبعا فئة متوسطي السن مقصود فيها هي فئة الشباب وهي الفئة المنتجة بنسبة حوالي 65.4%. هذول أعمارهم قديش بتكون؟ يعني بين 15 عام أو ما فوق 15 عام لل 65 عام. نعم. هي فئة الشباب.
ما فوق ال 65 عام هي كبار السن وتقريبا بحدود 5.3%. طبعا هذا مثال، الطالب ليس مجبر أن يحفظ هذه الأرقام، لكن فقط أن يعرف أن هرم السكان هو أداة فقط لدراسة التركيب السكاني، يعني التركيب النوعي والعمري للسكان. وما ينطبق على هرم سكان جبلة ينطبق على أي مدينة في العالم؟ ذكرت أستاذ موازنة، أنا ممكن سكان. تماما نعم. نوازن بين دول نامية ودول فقيرة، مثلا أي دولة نامية، موريتانيا مع دولة متقدمة ولتكن مثلا سان فرانسيسكو أحد الولايات الأمريكية. فإذا قارننا بين فئات الأعمار سنلاحظ أن قاعدة الهرم في موريتانيا حيكون عريض، هذا يعني أنه الأطفال هي نسبة الأكبر كبير. تمام. نعم. لذلك هو شعب فتي، بينما في سان فرانسيسكو أو أي دولة أوروبية سنشاهد أن قاعدة الهرم ضيقة، هذا يدل أن نسبة الفتيان قليلة. تمام. نعم. الآن نتابع على الشكل. هناك أدوات كثيرة طبعا بخلاف التي تكلمنا عنها، لدينا مثلا الجي بي اس أو نظام تحديد المواقع العالمي. طبعا هذا النظام باختصار هو ثلاث عناصر: القمر الصناعي أو مجموعة الأقمار الصناعية التي تعطي إحداثيات موقع ما أو موقع مكان ما على شبكة خطوط الطول ودوائر العرض، وهناك من يتحكم في القمر الصناعي. تمام. وهناك من يستقبل البيانات من هذا القمر الصناعي الذي هو المستخدم النهائي، يعني سواء كان مدني أو عسكري أو في يعني في عمليات عسكرية أو عمليات مدنية أو إنشائية أو مساحية إلى آخره. فهذا بالنسبة لنظام تحديد المواقع العالمي يمكن أن يستخدم في دراسة الكثير من الظواهر. مثال، إذا أردنا أن نتكلم عن نظام تحديد المواقع، أنا إذا أردت أن أدرس التلوث في نهر ما أو في منطقة ما، فأذهب وأدرس عدة نقاط وأخذ إحداثيات هذه النقاط، فعند وجود تلوث في نقطة معينة أقول أن التلوث موجود في النقطة الفلانية التي تقع على خط طول معين وخط عرض معين، وقد حددتها للجميع مثلا للجهات المسؤولة لكي تقوم بعلاج التلوث الموجود في هذه المنطقة كمثال. طبعا إذا أردنا الحديث عن، نحن تحدثنا عن الاستبيان، إذا أردنا الحديث عن الصور الفضائية أستاذ بشار، نعم، شو المقصود بالصور الفضائية أساس؟ الصور الفضائية هي الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية. هناك نوع من الصور، صور فضائية وصور جوية. صور جوية هي الصور الملتقطة من الطائرات على ارتفاعات معينة، كلاهما يستطيعان. يعني السؤال هو، يعني أنا إذا كنت في طائرة والتقط صورة، أتسمى هذه صورة جوية؟ هذه الصورة فوتوغرافية. نعم، حتى الطالب يميز فقط. نعم، الصور التي تلتقط من الطائرات طبعا لها مستخدمين وأناس خاصين في التقاط تلك الصورة لظاهرة معينة، ليست أي صورة. طبعا بين قوسين فقط، الصورة الجوية تكون عمودية عمليا، تصور في حالتين لنفس المنطقة، صورة عمودية وصورة مائلة حتى تعطي فيما بعد رؤية مجسمة للمكان، وتكون في شروط معينة ولمساحات كبيرة. الصور الفضائية، تفضل. الصور الفضائية تكون أوسع وأشمل لأنها على ارتفاع أكثر من ارتفاع الطائرة، وهنا الدقة بين الصور الفضائية والصور الجوية، هنا تلعب الأداة المستخدمة في التصوير في توضيح تلك الصورة وبيانات. يعني دقة القمر الصناعي هي قد يكون أدق من الصورة الجوية. القمر الصناعي، صورة القمر الصناعي، وقد تكون أقل. أحسنتم. يعني نعم. وأفضل الظواهر لدراسة التي تعطيها الصور الفضائية أو الميدانية هي الظواهر الطبيعية نوعا ما، رغم أنها تستطيع بيان الظواهر البشرية كتعداد السكان أو ما شابه ذلك. ففي مثالنا في الكتاب هناك صور تعطينا التجمعات البشرية، والصورة الأخرى تعطينا جزء من البحر الأحمر والبحر المتوسط، فهي صورة نعم صغيرة لكن التقطت مساحة كبيرة من سطح الأرض لنستطيع تحليلها وإعطاء بيانات خاصة بها.
هذا ما يتعلق في الصور الفضائية والصور الجوية. يعني الصور الفضائية يعني في مثال متى تستخدم، يعني متى أحتاج إليها كأداة جغرافية؟ هنا يجب أن تكون هناك ظاهرة ما يراد دراستها لتتوجه الإرشادات أو الأوامر إلى الأقمار الصناعية لالتقاط تلك الصور، كالتلوث، كالحرائق، حرائق الغابات، بعض تلك الظواهر. ويجب أن يشرف عليها مستخدمين خاصين، ليست كأي فهي بحاجة إلى خبراء عمليا. نعم، خبراء. نعم نعم. الزيارات الميدانية أستاذة بدوي. تماما. الزيارات الميدانية تصنف تحت اسم مصدر بيانات، يعني نحن أي ظاهرة نريد أن ندرسها ممكن أن نقوم نحن يعني كشخص بزيارة هذه المنطقة، تمام، ومن ثم ممكن التقاط صور لهذه المنطقة، ممكن أخذ عينات إذا عم ندرس مثلا نوعية التربة فرضا. فهي تعتبر ممكن اعتبرها مصدر وأداة في نفس الوقت، لكن هي مصدر بيانات بالشكل الأنسب. يعني فزيارة الميدانية هي بتكون بالعكس على صلة مع الظاهر بشكل أوضح ويعني أنسب. يعني زيارات ميدانية طبعا لا تتم، يعني مثلا إذا أخذنا الموضوع الاستبانة أو الاستبيان، هو بحاجة إلى زيارات ميدانية حتى أنفذ هذا الاستبيان. لا يمكن أن أقوم بالاستبيان إذا لم يكن هناك زيارات. الجي بي إس، زيارة ميدانية غالبا مترافقة مع الجي بي إس، لأنه يجب أن أحدد المكان الذي ذهبت إليه كمثال. يعني لذلك اعتبرناه مصدر بيانات، وأستطيع أن أستنتج دائرة نسبية من خلال الزيارة الميدانية والاستبانة، أستنتج دائرة نسبية بالنسبة المئوية للظاهرة المدروسة. مثالنا الأول في الكتاب هنا إذا لاحظتم عند الدائرة النسبية، التركيب التعليمي للسكان في منطقة جبلي حسب عينة الاستبيان. فهنا حصلنا معلومات من خلال الزيارة الميدانية، وزعنا استبانة معينة على السكان في جبلي، أخذنا النسب المئوية في نسب التعليم. وهنا بين قوسين يجب أن تكون الاستبانة بعيدة عن الخصوصيات والأسئلة المحرجة حتى أستطيع أن أحصل على بيانات دقيقة وصحيحة. نستنتج الدائرة النسبية. تماما. يعني لا يمكن أستاذ طارق مثل ما ذكر الأستاذ أنه أنا أسوي دائرة نسبية إذا لم يكن هناك قبلها استبيان. يعني أنا المعلومات اللي بدي أسوي فيها الدائرة النسبية مفروض تكون تم تحديثها، تمام، وتم جلبها من خلال الاستبيان. نعم. نأخذ فاصل ثم دقيقة ثم نتابع. مرحبا مرة ثانية أعزائي الطلاب، نتابع ما بدأناه. كنا نتكلم عن الأدوات الجغرافية، والآن سنتكلم عن أمثلة عن هذه الأدوات أو كيف توظف. أستاذة بدوية، في موضوع الحرائق، أنا عندما أريد أن أدرس حريق وانتشار حريق في مكان ما، ما هي الأدوات الأنسب؟ طبعا قبل الإجابة، قد تصلح كل الأدوات للدراسة، ولكن نحن دائما نبحث عن الأنسب حتى الأقل تكلفة. تمام. يعني أنا إذا أردت أن أقوم بمشروع دائما أبحث عن
الأقل تكلفة الأوفر، يعني أنا بدي أوفر موارد مالية. نعم. الحرائق هي أحد الكوارث، يعني ممكن هذا الشيء ينطبع على الكوارث، على الحرائق، على الفيضانات، على الزلازل إلى آخره. فهذه أنسب يعني وسيلة أو أداة هي الصور الفضائية. طبعا كونها يعني ما في تماس مع الحرائق، فممكن يتم التقاط صور فضائية ومعالجة، أو صور جوية ممكن أيضا. ممكن زيارات ميدانية أيضا، تعتبر زيارات ميدانية هي أحد أيضا الأدوات أو المصادر البيانات اللي ممكن نجيب معلومات عن سبب هذا الحريق. ما هو سبب؟ إذا ما رحت عاينت بعيني ممكن ما أعرف أنا شو سبب هذه الحرائق. لكن شو بيستبعد أن الأدوات بموضوع الحرائق أو لهذا؟ مثلا هل تصلح مثلا الدائرة النسبية في دراسة الحرائق؟ يعني لو أنا رأيي لو صلحت يعني بس غير مجدية، دورها ضعيف تماما، غير مجدية ليس لها. أيضا مثلا المستندات والوثائق، ممكن مستندات ووثائق تعطينا ما هي مثلا الأسباب التي أدت إلى الحرائق، لكن لا تعطينا السبب المباشر أو نتائج الحرائق أو نتائج. تماما. الخرائط أيضا لا تفيدنا كثيرا في موضوع الحرائق. لذلك بالنسبة يعني تفيدنا بعدين لما بدنا نحط تمام المناطق، منطقة الحريق، حريقة على المصور. نعم. ممكن نحن باستخدام مثلا الخرائط، باستخدام تقنية الجي اي اس، تمام، يمكن أن أطبق الجي اي اس في إدارة الكوارث. نعم. من خلال مثل ما تفضلت أنه مثلا حريق كان في مكان معين، فممكن الخريطة أن ترصد لنا مكان هذا الحريق. طبعا الخريطة تنتج عن في النهاية صورة قمر صناعي في حالة الحرائق. حرائق تماما. نعم. هي صور فضائية بالنهاية. نعم. رجعت صورة فضائية وتبين إلى أين يتجه الحريق، حركة الحريق، امتداد الحريق. نعم. يذكرنا تماما بالإعصار، ممكن يعني الإعصار. نعم. أحد هو يعتبر أيضا الكوارث، فأيضا أقمار صناعية ترصد لنا حركة الإعصار. نعم. في حال أستاذ بشار دراسة الأنهار وفيضان الأنهار كما سيمر مع الطلاب في وحدات قادمة، ما هي الأدوات الأنسب؟ أيضا كما ذكرت الزميلة بدوية، أنسب الأدوات الصور الفضائية والصور الجوية، لأنها تعطيني الحادثة لحظة بلحظة، فيمكن أن أتدارك أختار تلك الحادثة أو أتصرف أو أتدخل لتلافي تلك الظاهرة. هنا لا تستطيع أو لا تجدي الأدوات مثلا الأشكال البيانية، الأعمدة البيانية أو الهرم السكاني. الهرم السكاني قانون واحدا تفيد عند دراسة في دراسة فيما بعد. نعم، فيما بعد في دراسة نظام جريان النهار، نظام الجريان، تمام، نظام وزارة النهر، الفيضان. تمام. نعم. وقولا واحدا الهرم السكاني طبعا نستبعده تماما عن تلك الظواهر الآنية. أما الصور الفضائية والزيارات الميدانية قد تكون الأداة الأنسب لدراسة الفيضان أو الفيضانات النهرية. استبيان لا يفيدنا. خرائط نوعا ما أيضا فيما بعد. نظام تحديد المواقع أيضا نعم له دور كبير في تحديد الفيضان وأين يتم والمناطق المتضررة من ذلك الفيضان. فإذا أعتمد على الصور الفضائية، الصور الجوية، الجي بي اس، نعم، تلك الأدوات التي تفيدني في دراسة الفيضانات وتدارك أثارها. نعم. أو نتائجها. طيب أستاذة بدوية، إذا أخذنا أمثلة السكان، ما هي الأدوات الأنسب لدراسة السكان وتحركات السكان؟ تماما. دراسة السكان عنا أول شيء هرم السكان يفيدنا في تحديد التركيب السكاني، التركيب النوعي والعمري للسكان. أيضا الجداول الإحصائية هي من الأدوات التي تستخدم أيضا في دراسة تطور السكان عبر الزمن. نعم. الاستبانة أيضا، الاستبانة تفيدنا أيضا في تحليل شرائح المجتمع إلى متعلم. نعم. أمي أو أنماط المعيشة. أو أنماط معيشة. أيضا النص، النص أيضا يدخل كأداة في موضوع السكان، يفيد هذا. الدائرة النسبية أيضا تفيدنا في فموضوع الظاهرة السكانية، تتعدد أدواتها، وهذا ما ذكرنا في البداية إنه، لكن باستثناء فقط هرم السكان الذي يختص فقط في دراسة التركيب السكاني. نعم. نعم. طيب أستاذ بشار، في موضوع دراسة التراب أيضا، التراب هنا ندخل إلى الزيارة الميدانية. التراب تكون الأداة الأفضل لدراسة التراب وواقع التربة.
أيضا تفيدنا الصور أيضا. وبالتالي سيلزمني مباشرة نظام تحديد المواقع العالمي GPS. نعم. نعم. وهنا أحتاج أكيد إلى عينات للتربة، فلابد من زيارة ميدانية لأخذ العينات ودراسة ما يحصل للتربة أو مشاكلها أو ميزاتها. فالزيارة الميدانية نعم تصلح لدراسة الترب. الصور الجوية أفضل من الصور الفضائية هنا، كون أن الصور الجوية أقل ارتفاعا وأكثر دقة في التقاط صور الترب. الخرائط نعم فيما بعد، نعم ذكرتم نظام تحديد المواقع GPS، نعم له دور كبير في تحديد الترب ودراسة خصائصها. ثم فيما بعد إذا أردت أن أتعمق في موضوع التراب، ممكن أن تفيدني الدائرة النسبية كخصوبة التربة وميزاتها وما نتائجها والمستندات والوثائق فيما بعد. طبعا نتيجة بحثي وزيارتي الميدانية للتراب أستطيع أن أعطي نصا أو معلومات أو بيانات عن واقع زيارتي الميدانية لتلك التراب، ما استنتجت منها خصائصها، معوقاتها، مشاكلها. يعني ممكن نعم. أنا أستخدم وثائق ثم ينتج لدي وثائق أخرى يعني نعم. أثناء صحيح. العمل تعزز البحث. نعم. نعم. بالنسبة يعني للتراب أيضا تستخدم عند دراسة التملح. صحيح. تستخدم الصور تصحر. الفضائية أيضا في مراقبة التصحر تصحر. دائما. تماما. مراقبة الانجراف إلى آخره. يعني ممكن أستاذ، نحن أستاذ طارق بالنسبة لهذا الدرس نحن نطبقه على كل وحدات الكتاب. نعم. يعني لدينا وحدة مثلا التضاريس، وحدة المناخ، وحدة التراب، وحدة السكان، وحدة الاقتصاد. يعني مثلا التضاريس، أنا إذا أردت أن أدرس تماما يعني قد يأتي مثلا نص للطالب يحوي على أحد التضاريس، تمام، فيذكر ما الأداة المناسبة لدراسة هذا التضاريس أو هذه المشكلة الموجودة في التضاريس، تمام، أو في العوامل المؤثرة في تشكل التضاريس. فالطالب حيكون عنده ممكن مجال مفتوح، فممكن يقول الصور الفضائية صحيح، الخريطة الجغرافية صحيح. طبعا لو ما ذكر مصمم بطريقة جي اي اس، إذا ذكر الخريطة الجغرافية فكلامه صحيح. طبعا هو المهم أن يذكر لماذا، يعني تماما التعليل يعلل. يعني. تماما يعلل لماذا استخدم هذه الأداة ما استخدم غيره، هذا نعم. أيضا مثل ما ذكرت على وحدة الترب، قد يستخدم مثلا نظام تحديد المواقع GPS، ممكن يستخدم الصور الفضائية، ممكن يستخدم استبيانات وثائق، لأن التربة ممكن أن أروح على مديرية الزراعة وجيب معلومات عن هذه التربة، من حيث خاصة إذا التربة مثلا تعرضت إلى التملح إلى التصحر، ما هي أسباب التملح، ما هي أسباب التصحر، تمام؟ نعم. إذا من أين بدي أجيب هاي المعلومات؟ مصادرها من مديرية الزراعة، فأيضا حتعطيني مديرية الزراعة وثائق مستندات، فتعتبر هذه أدوات مناسبة لدراسة هذه الظاهرة. أيضا في مجال السكان، الأعمدة البيانية، ذكرنا نحن الجداول الإحصائية نعم. والنص وأيضا الدائرة النسبية، أيضا الأعمدة البيانية من خلال مثلا دراسة مثلا تطور السكان أو مثلا موضوع نسبة الذكور إلى الإناث كهرم سكاني. إذن فأيضا تتعدد الأدوات التي تدخل في مجال وحدة السكان. نعم، لذلك الأدوات استخدامات كثيرة. السبب هناك أشخاص يفضلون التعامل مع الجداول، فأنا عندما أقدم المعلومة أو البيانات بشكل جدول أريح هؤلاء الأشخاص. صحيح. هناك أشخاص يفضلون التعامل مع الأشكال البيانية. بيانية. هناك أشخاص يفضلون التعامل مع الخرائط. أشخاص آخرون يفضلون التعامل مع النصوص. أريح. هو تماما يحتاج إلى، يعني يريد مشكلة مثلا تربة، مشكلة تملح، يريدها نصا، يعني بسبب اختلاف الذكاءات بين البشر، لذلك كل شخص يفضل أن يتعلم أو لا يمتلك مهارات التحليل. نعم. لا يمتلك مهارات التحليل. صناع القرار غالبا يستخدمون الجداول والأشكال البيانية، يعني وزراء ومدراء تمام. يفضلون تستخدم الجداول لإظهار الدقة، يعني العلمية. تكون أوضح من شكل بياني وهكذا. صحيح. ولكن في النهاية نحن عندما ندرس أي ظاهرة، أي قضية بيئية سكانية، مشكلة تصحر، تملح، حرائق، فيضان النهر إلى آخره، نحن يجب أن نعلل لماذا اخترنا هذه الأداة ولم نختار تمام. غيرها. حتى لماذا لم نختار غيرها الطالب لا يعلل، يعني هو لا يقول لماذا لم نعم، هو فقط ما الأداة التي اختارها هي التي عليه أن عليه يبرهن أن أو يعلل سبب اختياره لها. تمام. تعقيب تفضل أستاذ.
تعقيب بسيط لو سمحت لي زميل طارق، كيف نوظف الأعمدة البيانية في قراءة ظاهرة ما؟ نعم تفضل. في كتابنا في الخريطة، خريطة السكان والنمو السكاني، لو تجدون الشاشة هنا، لدي أعمدة بيانية ذات لونين أخضر وزهري، ارتفاعاتها متباينة الأعمدة البيانية. كل ارتفاع، إذا اتجهنا إلى مفتاح المصور، كل ارتفاع لديه أرقام معينة، فكل رقم يظهر النمو السكاني في ناحية من نواحي منطقة جبلة. فهنا إذا اتجهنا إلى مركز جبلة القريب من الساحل، ألاحظ الأعمدة البيانية ارتفعت كثيرا، فهنا أستنتج أن النمو السكاني في مركز جبلة هو الأعلى في منطقة جبلة بالكامل. كيف استنتج ذلك؟ من العمود الذي ارتفع كثيرا ومن الأعمدة التي ارتفعت كثيرا. أقل المناطق نموا للسكان، أرجع إلى الخريطة، ألاحظ أن منطقة الدالية وبيت ياشوط أقل الأعمدة ارتفاعا، اللون الأخضر والزهري كما نشاهد في مفتاح الخريطة، الخريطة الأخرى. جيد استاذ بشار، قام بعمليه تحليل كامله للخريطه، وهذا ما يعني نريد من الطالب ان يمتلكه، ان يقوم بتحليل الاداه الموجوده امامه بدلا من ان يحفظ كم هائل من المعلومات. هنا استطعنا من خلال مقارنتنا البصريه للالوان، للكلمات، للارتفاعات، للبيانات، ان احول الخريطه الى مفاهيم جغرافيه استطيع ان اترجمها على ورقه اجابتي او اضعها في ذهني حسب المطلوب من الظاهره. ننتقل الى موضوع اخر الان بعد الحديث عن الادوات، اعتقد انها اشبعت وستمر مع الطالب في كل وحده. سيلزم تطبيقها. نعم، سيلزم تطبيقها على الطالب من الان حتى نهايه العام في كل وحده. أن يبحث عن أدوات تناسب دراسة التضاريس، أدوات تناسب دراسة الزراعة، الصناعة، التجارة إلى آخره. الآن نذهب إلى مشاهد هذا الفيلم القصير عن ميناء جوادر ثم نتابع. نعم. طبعا هنا هذا هذا ميناء جوادر، ميناء جوادر ميناء تابع لدولة باكستان، كان ميناء بدائيا جدا، هو عبارة عن ميناء صيد يقطنه بضعة آلاف، استأجرته الصين وبدأ بالتحول إلى ميناء عالمي قد ينافس في المستقبل موانئ تجاوره، وأهمها موانئ الخليج العربي. هنا نرى الإنشاءات الضخمة التي أقامتها الصين. فنادق، مطاعم، شوارع. أنشأت بنى تحتية ضخمة لهذا الميناء لأنه سيربط عمليا طريق الحرير البري مع طريق الحرير البحري. وهو يربط طبعا أقصى شمال غرب الصين مع باكستان. أصبح كمدينة بحد ذاتها. نعم. ممتلئة الخدمات والأنشطة. نكتفي بهذا القدر. أستاذة بدوية، جوادر. جوادر كمثال هو عمليا ليس للحفظ. تماما. غير مطلوب من الطالب أن يحفظ جوادر وين ولأي دولة تابع، وهذا كلام يعني غير مطلوب، ولكن نحن نريد أن نوضح للطالب لماذا وضع جوادر. يعني تفضل يا أستاذ. لماذا وضع جوادر كمثال؟ يعني عنوان هذا الدرس أستاذ طارق هو بعنوان استثمار المكان مهارة لا يتقنها إلا المخططين البارعون. تمام. طيب، فالفكرة أنه أنا بكون عندي مكان، هذا المكان هو مهمش ليس له أهمية. نعم. وغير يعني مكترس به، لكن إذا تم استثمار هذا المكان من قبل جهات محددة أو معينة، وطبعا وضعت فيه مشاريع، ممكن أن أحول هذا المكان من لا شيء إلى
مكان له أهمية استراتيجية، مكان عظيم مواقع استراتيجي هام كميناء غوادر. ميناء غوادر مثل ما ذكرت بالفيلم المعروض هو بلدة صغيرة، ميناء كان فقط يستخدم لصيد القوارب، لكن عندما جاءت الصين وجهت أنظارها الصين إليها، تمام؟ طبعا السبب ليش الصين فكرت بميناء غوادر مع أنه هو ميناء مهمش، وجدت أنه له طريق مهم جدا. إذا تم استثمار هذا الميناء وتحويله إلى ميناء ضخم، يتم من خلاله نقل بضائع كبيرة من الصين إلى الخليج العربي ومن ثم إلى أوروبا، ويكون قد وفر آلاف الكيلومترات. أيوة آلاف الكيلومترات. فوجهت بعام 2015 وجهت أنظارها واستأجرت هذا الميناء لحوالي 40 عاما. طبعا هدف كان هي إنشاء ما يسمى أو مشروعها الضخم حزام واحد مشروع واحد. نعم. طبعا هذا المشروع يعتمد على ربط الطريق الحرير البري بالحرير طريق الحرير البحري، والهدف هو إيجاد طبعا طرق نقل برية كالسكك الحديدية أو عن طريق نقل أنابيب لنقل السوائل والغاز. يعني الموضوع أشبه بشخص يملك محل تجاري مغلق ما له فائدة، فيأتي شخص آخر ويستأجر هذا المحل يستثمره. الشخص الآخر رآه فرصة تجارية مثلا، فرصة لإنشاء مشروع أو لإقامة مشروع. صاحب المحل لم يكن لديه رؤية، إذن هو الموضوع رؤية. أنا كيف أريد أن أستثمر هذا المكان؟ تماماً. حديقة عامة قد تكون يعني بأي منطقة في سوريا مثلا، مهمشة غير مهتم فيها. مثل ما ذكرت يأتي أحد رجال الأعمال ولديه رؤية أن أحول هذه الحديقة إلى مدينة ملاهي للأطفال، فهون قام باستثمار هذه الحديقة، حولها من منطقة كانت مهمشة غير مكترس فيها إلى منطقة ذات أهمية، وأصبحت مشروع استثمار مشروع مادي مالي. تمام. وهذا ما حدث بالصين. نعم. وفي غوادر يعني بمشروع الصين أنها فعلا حولت من ميناء غوادر إلى ميناء ذات أهمية اقتصادية، وطبعا سيحقق الفائدة للبلدين الصين وباكستان، حتى هذا جلب كثير من الدول الأخرى للمشاركة في هذا المشروع الضخم في استثمار هذا المشروع. نعم. تماما. ننتقل إلى مثال آخر. طبعا الأمثلة ليست للحفظ، أعيد وأكرر، حتى غوادر يعني حتى ميناء حتى غوادر ليس للحفظ. يمكن أن يسأل الطالب على مثال شبيه بغوادر، ولكن ليس بالضرورة أن يكون على غوادر. موضوع المثال الآخر، شاطئ البصة. تفضل أستاذ. نعم. الشعر زميل طارق، هنا قبل أن تختار الصين أو أي دولة أخرى تريد استثمار مكان ما، هذا المكان يجب أن يتمتع بميزات أو خصائص طبيعية بشرية بيئية إلى آخره حتى يتم استثماره. ذكرت الأنسة البدوية أن لماذا غوادر بالذات للصين؟ هذا غوادر يتمتع بصفات هائلة عجيبة أدركتها الصين ولم تدركها الدول الأخرى، مثل عمان الذي باعته للباكستان، باكستان لم تستطع استثماره إلا في الصيد. الصين كان لها رؤية، لماذا اختارت هذا الميناء بالذات؟ يعني هناك رؤية، عمان لا قيمة لهذا الميناء. نعم. من وجهة نظر عمان. نعم. عند باكستان رأته ميناء الصيد. نعم. نعم. الصين رأته ميناء عالم. نعم. نعم. مستفيدة من ميزات التي امتلكها التي هي عمق المياه، توسطه بين القارات لتستطيع أن تصدر بضائعها من دولة الصين إلى ميناء غوادر إلى الخليج إلى أوروبا. نعم. وفرت كثيرا من المناطق. في مثالنا عن شاطئ البصة، هذه المنطقة هي من جزء من بلدية البصة الواسعة نوعا ما 15 كيلومتر، التي تحتوي خدمات البلدية، لا نقول المنطقة التي هي موضوع بحثنا الآن. هنا يوجد لغط عند الطلاب، سؤال في الدرس يتجه فورا إلى ميزات بلدية بصة، لا، هنا الشاطئ الذي هو جزء من بلدية البصة، مساحته 3 كيلومتر وهو جزء من بلدية البصة، مفتقر تماما إلى أي نشاط إن كان سياحي أو زراعي أو صناعي، يحتاج إلى شيء ما. هذا الشيء ما على الطالب أن يستنتجه. أنا في شاطئ البصة، بحر، ساحل رملي، جو معتدل، مفتقر إلى الخدمات. إذا أردت استثمار ذلك المكان، سواء كنت مسؤولا أو طالبا أو مقترحا، استثمار هذا المكان
هل يعقل أن أقول مصنع لصناعة مثلا الألمنيوم أو النايلو؟ لا، هنا يعني خصصت أو وظفت البيئة بمكانها الغير مناسب. هنا مكان سياحي يجب أن أستثمر في السياحة، منتجعات، مطاعم، شاليهات، وجبات سريعة. لماذا؟ لأنه يمتلك مقومات نجاح هذا المشروع. نعم. هذا الشاطئ يعني مقومات المكان هي موجودة فيه. نعم. يعني في شخصية المكان. نعم. ذاته. نعم. أحسنتم. ألا وهي الساحل الرملي، البحر، الإطلالة على البحر، الجو المعتدل، كل تلك مقومات تجعل من مشروعي السياحي ناجحا، الذي هو المطعم أو المنتجع أو ما إلى ذلك. نعم. فهنا شاطئ البصة كما نلاحظ مساحته 3 كيلومتر، مفتقر تماما للخدمات أو أي نعم الشاطئ نفسه حتى يعني. نعم تمام. ولا توجد فيه أي أعمال زراعية أو اقتصادية أو خدمية. قليل العمق، قريب من مركز المدينة. هنا أيضا مقوم من مقومات نجاح المشروع السياحي الذي أريد أن أختاره، قريب من خدمات المنطقة مدينة اللاذقية. فالمسافة قريبة، غنية بالمياه الجوفية. أيضا هذا مقوم غني بالمياه الجوفية، أستطيع استثمار المياه الجوفية في نجاح مشروعي المياه الجوفية العذبة. فأستطيع إذن شاطئ البصة امتلك مقومات، وعلى المخطط الناجح أن يستثمر أو يوظف تلك الإمكانيات في نجاح المشروع المناسب الذي سيقام على شاطئ البصة. نعم. يعني أستاذ بدوي، يعني هلأ السؤال، لماذا أنا لا أنشئ هنا في البصة كما ذكر الأستاذ مثلا معمل لصنع البلاستيك؟ تماما، دائما نحن في قامة المصانع ندرس ناحية هامة جدا، وهي قرب المادة المستخدم في هذا المصنع تمام من مراكز استخراجه. فمثلا أنا صناعة النايلون أو البلاستيك تحتاج إلى مصافي نفط، مصافي تكرير نفط، وهنا في هذه المنطقة لا يوجد مصفات قريبة لمدينة البصة أو بلدة البصة تمام، يعني لا تتوفر مقوماتها. أنا أبحث عن مشروع إذا قمت بإحداثه في هذه المنطقة تتوافر مقوماتها. يعني أنا أبحث عن المشروع الأمثل. الأمثل، الأنسب، الأنسب. نعم. تماماً. يعني أنا هلا ذكر أستاذ أن المنطقة غنية بالمياه، حتى يلوث تكلفة تنظيف البيئة تكون أكبر بكثير من الأرباح التي صحيح سنجنيها. أيضاً تماماً نريد أن ندرس أيضاً الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع. هل هو سيكون مثلاً عبء على البيئة؟ أم نعم. مناسب يكون صديق للبيئة. صديق للبيئة تماما. نعم. مثلا نحن هون مثلا بمنطقة التي تقع في الجنوب من منطقة بلدية البصة اللي ذكر أستاذ مساحة 3 كيلومتر، هي منطقة لا يوجد فيها أي مشروع، لكن ذكر فيها أنها غنية بالمياه الجوفية، فيمكن أن نستثمرها بمشروع ربما زراعي على الرغم من قربها من البحر. لكن ممكن أن يتم إنشاء مشروع زراعي، ولكن أن نقوم بدراسة هذا المشروع بحيث لا يتم استجرار المياه الجوفية بشكل غير مدروس، الخوف من أن تطغى المياه المالحة على المياه العذبة. ناحية ثانية ممكن إقامة فنادق، إقامة مطاعم في هذه المنطقة، ممكن إنشاء منشآت خدمية مختلفة. نعم. وصلنا إلى نهاية الحلقة. طبعا الوحدة الثانية تقعنا واستخدام المكان وخاصة الأدوات الجغرافية هي هامة جدا، لأنها ستستخدم في كل الوحدات أو في كل أبحاث الكتاب. نشكر الأستاذ بشار محيسن مدرس الجغرافيا في ثانويات ريف دمشق. شكرا لك أستاذ. نشكر الأستاذة بدوية الخطيب الموجهة الاختصاصية في محافظة ريف دمشق. نشكر لكم أعزائي الحضور، نلقاكم في ندوات أخرى إن شاء الله، وإلى اللقاء.